المرة اللي فاتت أخدنا في لاينز تاكسونومي، و واللي كان فلاين بيحاول إنه يعمل كلاسيفيكيشن لشكل السيستمز اللي بتعمل كومبيوتينج. احنا طبعا هاي بيرفورمانس كومبيوتينج يعتبر يعني احد يعني هو تطور للكمبيوتر العادي يعني. فهو اوفلاين كان بيعمل تقسيم للكمبيوتر الوات ايفر بقى، يعني سواء هاي بيرفورمانس او مش هاي بيرفورمانس. فصنفه من ناحيه تعامله مع الانستراكشن والداتا، فقال لو ان عندي سنجل انستراكشن بينفذها على سنجل داتا، ده ابسط نوع، وده النوع التقليدي اللي كان الكمبيوتر العادي شغال عليه من اول ما اخترعوه لغايه يمكن من 10 15 سنه. النوع الثاني سنجل، وده علشان يتنفذ معناها ان في وان انستراكشن شغاله، نوع يعني بس شغال بيتنفذ على كذا سيت اوف داتا، وعشان يتنفذ على كذا سيت معناها ان في عندي وحدات تنفيذيه متكرره. يعني زي ما ضربنا مثال المره اللي فاتت الادر مثلا عمليه الجمع، انا عندي كذا عمليه كذا دايره بتجمع شغالين في نفس الوقت، فانا ادي امر جمع واحد لكنه بيتنفذ على كذا سيت اوف داتا في نفس الوقت. يبقى دي مش البروسيسور العادي، ده محتاج بروسيسور. النوع الثالث المالتيبل انستراكشن سنجل داتا، وقلنا انه غالبا ده نوع يعني ليس له وجود، او يعني ده كان اغلب اراء الناس يعني، وقد يتفلسف بعض الناس ويوجد له نوع. بس المهم احنا اخذنا بالراي اللي بيقول انه لا ملوش يعني عمليا ملوش وجود، يعني ان يبقى عندي في كذا انستراكشن شغالين في نفس الوقت على مالتيبل، على سوري على سنجل داتا. النوع الرابع المالتيبل انستراكشن مالتيبل داتا، وده كان يناظر المالتي كمبيوترز منفصله، كل واحد قائم بذاته، عنده بروسيسور والميموري بتاعته. ثم علشان ده يبقى احنا بنخلق سيستم واحد، يبقى هما بيتعاونوا مع بعض. يبقى انا بدي بروبلم بقسمها اجزاء، كل واحد منهم ياخد جزء يحله، وبعد كده بجمع الحل الحلول بتاعهم عشان اطلع قرار نهائي. سواء الـ SIMD او الـ MIMD الاثنين ينتموا للهاي بيرفورمانس كومبيوتنج اللي احنا بنترجته، وتحت كل واحد فيهم في كذا موديل. برضو شفنا بعض المودلز، المهم المودلز دي بتتلخص في ان يكون عندي بحيث ان كل البروسيسورز بيستخدموها، او ان يكون عندي ميموري خاصه بكل بروسيسور والبروسيسورز يتبادلوا مع بعض التعاون من خلال الرسائل بيبعتوها لبعض. في الحاله دي بيستخدموا الام بي اي مسج باسنج انترفيس، في حاله وجود شيرد ميموري كلهم بياكسسوها بيستخدموا الاوبن ام بي. الام بي اي بروجرامر لاسهل، والاوبن ام بي بروجرامر ل سوري الام بي اي المفروض البروجرامر هيبعت رسائل للبروسيسورز الثانيه. الاوبن ام بي البروجرامر ما بيبقاش عارف، بتبقى سهله على البروجرامر بس صعبه على الكومبايلر والسيستم سوفت وير ان هو بيهندل موضوع الشيرد ميموري. الشيرد ميموري معناه انه ممكن يكون في فاريبل في كذا بروسيسور شغال، انت في الجزء بتاعك بتاكسسه، واحد تاني في الجزء بتاعه بيأكسسه، وانه واحد بيكتب واحد بيقرا، المفروض عمليه المانجمنت للداتا اكسس دي يبقى في الكومبايلر او السيستم سوفت وير شغال هو بيقوم بيها يعني. واحنا لسه عن موضوع الداتا مانجمنت ده. ثم انتقلنا في الجزء الثاني من المحاضره لدراسه الانتر كونكشن نتوركس، اللي هي بقى الطرق اللي بتوصل ما بين البروسيسورز المختلفه والميموري موديولز. وهي عموما زي ما قلنا تنطبق على اي توصيلات ما بين اي اطراف، سواء بقى كمبيوترز كامله او ميموري وبروسيسورز، يعني هي انتر كونكشن نتورك بصفه عامه. وكنا اخر حاجه قلناها التيبلز اللي بتقارن ما بين انواع حاليا بشير السلايد اللي قدامكم اللي هي على داينامكس.
قلنا بس هنقف عندها، نتكلم عندها المرة اللي بعدها اللي هي المرة دي. احنا عندنا، هو صنف النتوركس، الانتر كونكشن نتوركس، نوعين: دايناميك وستاتيك. دايناميك معناها انه التوصيلات ما بين الاطراف مش ثابته، بتتغير. يعني انا ممكن اكون موصل جهاز بجهاز تاني بطريق معين، بعد شويه اوصلهم الخط اللي بينهم مش مفتوح في وقت ما في وقت تاني. ده دايناميك. التوصيل نفسه شكل مين متصل بمين ده مش ثابت. الاستاتيك لا، الاستاتيك وانس ان في كابلات متوصله كهاردوير، خلاص الكابلات وجدت وتوصلت ما بتتغيرش في المكان. والتوصيل مرتبط بالكابلات نفسها. الدايناميك الكابلات موجوده ما بتتغيرش، ولكن التوصيل هو اللي بيتغير. الكابلات بقى بيبقى عليها سويتشات تفتح طريق وتقفل طريق، او بيبقى فيه مالتيبل باسز، او يعني باسز بحيث ان هو استخدام الباص مش ثابت لحد معين، كل شويه واحد بيستخدمه، فبالتالي الطريق مش مفتوح. ووصلنا لمرحله المقارنه، بنعمل مقارنه بين البرفورمانس بتاع كل نوع و اللي طالبه منكم. يعني احنا دلوقتي هنناقش بعض الاجزاء هنا في المقارنه دي، وهطلب منكم تقدموا ريبورت صغير عن الانواع الانتركونكشن نتوركس سواء الدايناميك او الاستاتيك، نقارن ما بين الديلي والكوست اللي هو مكتوب قدامنا ده هنا، بس انا عايز جاستيفيكيشن، عايز تفسير. فاحنا مع بعض كده هنفسر بعض الحاجات، وانتوا تقدموا لي ريبورت يوم الاثنين اللي هو مش بكره اللي بعده على ال ام اس. هفتح كده مكان للتقديم على ال ام اس، تقدموا ريبورت مجرد صفحتين مش اكتر، في رسمة كل نوع مع ازاي جبنا الرقم او الاوردر اللي هو موجود هنا ده. فمثلا اول نوع عندنا في الدايناميك الباص، احنا كان عندنا السنجل باص والمالتيبل باص. هنا الباص ده اللي هو السنجل باص اول واحد اللي هو رسمته هو ده سنجل باص، مجموعة الاجهزة بيتصلوا ب طرف تاني اللي هو هنا في الرسمه دي شيرد ميموري عن طريق سنجل باص. معنى كده انه علشان واحد يتصل بالشيرد ميموري لابد ان هو يحجز له دور، لان هو الباص ما ينفعش فيه اكتر من اتنين يشتغلوا في نفس الوقت، هو واحد بس اللي بيبعت او بيستقبل في نفس الوقت. يعني الارسال يستقبل، انما عشان ترسل بالبروسيسور يرسل لشيرد ميموري او شيرد ميموري يبعت للبروسيسور، ده لازم تبقى one transaction at a time. طيب معنى كده انه من ناحيه الديلي، لو فرضا انه بروسيسور واحد واثنين وثلاثه واربعه وان عايزين ياكسسوا الميموري، كل واحد فيهم عايز يعمل حاجه مختلفه، معنى كده انه لازم في حد يرتبهم. قلنا ان في اربايتر هيرتب وهيدي اولويات. الورست كيس بتاع اي واحد فيهم، يعني لو بروسيسور ان مثلا هو اقلهم اولويه، هيستنى كل البروسيسورز اللي قبله لغايه ما يتخلص التعامل مع الميموري، يبقى هو هيستنى ان ماينس 1. ولو دخلنا نفسه في الحسابات، يعني هو نفسه عشان العمليه بتاعته تخلص، يبقى معنى كده العمليه بتاعته تخلص بعد ان اللي هو ان اللي هو عدد الاجهزه اللي موجوده. يبقى الديلي بتاع اي الورست ديلي ان هو يكون اخر واحد بيستنى ان هو اوردر اوف ان. طيب من ناحيه الكوست، بما ان احنا اهتمامنا او الفوكس بتاعنا حاليا على التوصيل نفسه، فاحنا في السلايدز هنا بيحسب الكوست ب الكابلات اللي موجوده، هو هيعدي على كام طريق. فبما ان كده كده الداتا اللي هتخرج من اي بروسيسور تروح للميموري او العكس هتمشي في طريق واحد، فالكوست هو اوردر اوف 1. لو رجعنا تاني للتيبل هتلاقي اوردر اوف ان ده الديلي، الداتا هيستنى ان بروسيسورز لما يقوموا بدورهم بشامل نفسه يعني، والكوست اوردر اوف 1. فانا عايز الكلام اللي احنا قلناه ده يتحط في ريبورت. لو بصينا بقى مثلا للمالتيبل باص برضو ام ان وان وام، احنا في المالتيبل باص كان عندنا كذا نوع،
الورست كيس بتاعهم. ممكن طبعا ندرس كل نوع يعني لوحده، بس خلينا مثلا لو بصينا للنوع اللي هو الفول فول باس ميموري كونكشن، كل البروسيسورز متوصله بكل الباسز، وكل الميموري متوصله بكل الباس. ان البروسيسورز بيحاولوا ياكسسوا 1 ميموري موديول. يعني هما احنا عندنا في الرسمه مثلا 4 ميموري موديولز، بس فرضا بقى الحاله السيئه جدا ان هما عايزين واحد ميموري واحده، هي في الميموري دي فيها الفاريبلز اللي هما كلهم محتاجين. ده الورست كيس. طيب معنى كده ان هما لازم هيستنوا مبدئيا، فده برضو اوردر اوف ان زي ما قلنا في السنجل باس. هما لا يعني هنقسم الادوار عليهم لغايه ما اخر واحد فيهم ياكسس الميموري موديول. طيب بس المشكله كمان ايه؟ المشكله ان انا عندي كمان في اربعه في بقيه الباسز الثانيه ممكن استفيد بيها عشان اكسس الموديولز الثانيه. طيب لو فرضا بقى الورست فيري ورست كيس، يعني انه حتى البروسيسورز اللي عايزين ياكسسوا الميموري موديول اللي احنا بنقول عليها، هم كمان برضو كانوا عايزين يكسسوا الميموري موديولز الثانيه، بس هم الباصص كلها محجوزه للميموري موديول اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي اللي فيها الفاريبلز اللي كلهم عايزين يكسسوها. يعني مش كفايه ان كلهم مستنيين ميموري موديول معينه، ده هم بقيه الباصص عليها. يعني هنا عندنا اربعه باصص محجوزين علشان كل البروسيسورز ياكسسوا ميموري موديول ام 1، يبقى هم كمان مانعين الاكسس بتاع. يبقى معنى كده انه اي حد عايز ياكسس اي ميموري موديول سواء بقى ام 1 او اي ام، هيضطر يستنى بقيه البروسيسورز التانيين، وده كمان هيبقى داخل في عدد الباصز اللي موجود. فالديلي ورست كيس ديلي هيبقى ام في ان، بينما الكوست بتاعنا هو عدد تمام. فده كده التفسير بتاع اوردر اوف ام ان واوردر اوف ام بالنسبه للمالتي باس. بالنسبه لو نطينا لاخر واحد اللي هو كروس بار اوردر اوف 1، لو تفتكروا كروس بار كان عباره عن شبكه. كروس بار اهو شبكة بتوصل ما بين الـ array of processors والـ array of memory modules، وفي التقاطع ما بين الخطوط الرأسية والأفقية في switch يفتحوا ويقفلوا. في الحالة دي بيقيس الكوست بعدد السويتشات، أو ممكن برضو نقيسها بعدد الكابلات يعني whatever. في الحالة دي عندنا M في N، عدد الميموري ديولز في عدد البروسيسورز سواء عدد الكابلات او عدد السويتشات. الكوست لو فرضنا ان هما متساويين، يعني دي حاله خاصه، بس يعني لو فرضنا ان هما متساويين تبقى ان سكوير. لو هما عددهم ان في ان تبقى ان سكوير، لكن لو هما مش متساويين يبقى بضرب ام في ان. طيب في حاله الديلي بقى، عشان اي بروسيسور يوصل لاي ميموري موديول هيعدي على سويتش واحد، وهو في طريق فهو مش محتاج يستنى، يبقى ده اوردر اوف 1. ده اللي موجود في التيبل، بس عموما ما تاخدوش بكلامي، روحوا انتوا دوروا عليها. يعني يجوز انا غلطان، رجعوا شئروا الكتاب في الحته دي، انا حطيت لكم الكتاب على تيمز. شوفوا لو دوروا عليه في الكتاب التاني، هو موجود في الكتابين اللي انا نزلتهم لكم، اقروها. واللي عنده جاستيفيكيشن يعني انا قلت حاجه قول لي لو في وجهه نظر تانية، لو حتى الكتاب نفسه ممكن صاحب الكتاب نفسه يكون عنده حاجات غلط.
اكتب لي بس جاستيفيكيشن جملة أو جملتين بتفسر الرقم المكتوب ده، أو تصحح لي الرقم ده لو هو غلط، لو أنت شايف من وجهة نظرك إن هو غلط. فعندك هنا أربع أنواع: الباس والمالتي باس والمالتي ستيج انتر كونكشن نتورك والكروس بار، ده بالنسبة للدايناميك. وبالنسبة للستاتيك عندنا الأنواع دي، هناخد أول أربعة مش لازم ناخدهم كلهم: الكومبليتلي كونكتد واللينير أري والباينري تري والإن كيوب، ممكن ناخد منه الفور كيوب كمثال اللي هو موجود في السلايد. فبرضه هنا لو أخدنا نموذج الكومبليتلي كونكتد اللي هو كان كل النودز متوصلة ببعض، فلو رجعنا للشكل بتاعها اللي هو الشكل اللي قدامنا في السلايد ده، متوصلة بالخمسة التانيين، معنى كده إن في عندي عدد التوصيل 5 × 6 = 30 توصيل. ده على فرض يعني، أنا حاسب كده اللي رايح واللي راجع. لو إحنا حسبناهم يعني اتجاه واحد بس، أو يعني إن هو كابل رايح جاي، يبقى هم 15 كابل. يبقى معنى كده إن هو إن في إن ماينس 1 على 2، وده اللي مكتوب في التيب ككوست لل completely connected. ان في ان ماينس 1 اللي هو في المثال اللي موجود 6 في 5 على 2. الورست كيس ديلي، بما ان كل واحد متوصل بكل واحد تاني، يبقى اذا الوصول من اي نود لاي نود تانيه بيستغرق طريق واحد بس، عشان كده الورست ديلي هو 1. اللينير اري اللي هو كان كل الاطراف كل واحد متوصل باللي جنبه، فهنا عندنا بيعمل خط. فلو فرضا عندنا هنا مثلا 1 2 3 4 5 متوصلين ببعض، عدد الوصلات اللي ما بينهم 4 اللي هو n ماينس 1. كديلي انا بعتبر انه لو الورست كيس، طبعا الديلي انا بعتبر لو انا هطلع حاجه من اول نود على الشمال واوصلها لاخر نود على اليمين، ده الورست كيس. هتاخد ايه؟ هتعدي على كل اللي موجود بما فيهم، بدخل في الحسابات اول واحده نفسها، بدخل في الحسابات النود نفسها اللي طالع منها الداتا، فدي بعدها وبدخل معايا لغايه اخر واحده، يبقى هم عددهم ان. فالورست كيس ديلي بتاعها ان، ده الورست كيس ديلي. وعدد اللينكس ان ماينس 1. نفكر في الاثنين اللي بعديها، الباينري تري والان كيوب، ناخد مثال عليها الفور كيوب، ده الفور كيوب والباينري 3 اللي هي موجوده في الرسمه هنا. نقدر نحسب عدد او نجستيفاي الكوست من ناحيه عدد اللينكس ومن ناحيه الديلي. ده كده الجزء من السلايدز بتاعه المره اللي فاتت. نبدا في الجزء بتاع المره دي، وهو جزء بسيط ظريف. ده جزء بيتكلم على البرفورمانس تاني. احنا اتكلمنا على البرفورمانس قبل كده، وده كان جزء كويس يعني، بس احنا هنرجع تاني ناخد حته الفرق ما بينهم وبين الشابتر ده، مش كتير، بس الشابتر ده بيركز على البرفورمانس على المالتي بروسيسور اركتكشر. فهو هتلاقينا بنعيد بعض الحاجات اللي خدناها المره اللي فاتت بشكل بسيط، وهنزود حته هنا برضو مش صعبه يعني. فهتلاقوا الشابتر ده يعني مش تقيل عليكم ان شاء الله يعني. ده شابتر يعني السلايدز اللي قدامي حاليا من شابتر 3 في كتاب الرويني، اللي هو الكتاب انا قلت انا منزله لكم على تيمز، وفي نفس الوقت برضو هتلاقوا موجود مقابل ليه في الكتاب الثاني. يعني هم كلهم ماشيين بنفس التسلسل تقريبا، بس مش فاكر هو رقمه كام هناك يعني، ممكن برضه هتلاقوا 3 أو 2 أو 4 في نفس الأرقام اللي في الأول يعني. طيب الكتاب السلايز هنا بادي بيتكلم على يعني هو هيشمل الجزء اللي احنا شفناه قبل كده في البرفورمانس، حساب البرفورمانس، على ازاي احسن البرفورمانس لو انا بقسم حسن البرفورمانس اللي هو تحسين الوقت، انا عايز اقلل الوقت بتاع التنفيذ باستغلال ان انا عندي مالتيبل بروسيسورز او مالتي كور بروسيسورز، يعني وات ايفر بقى هما بروسيسورز منفصله او بروسيسور عليه كذا كور، احنا في الاخر ايش نشمل الاثنين يعني. احنا عندي مجموعه بروسيسورز
اقدر اشغلهم في نفس الوقت، بحيث ان هم يما لو انا عندي نفسها تاخد على سنجل كور بروسيسور وقت تي اس، تي اس اللي هو اس ده ممكن نعتبره سيريال مثلا، اللي هو مش بارل، سيريال يعني معناها ان هم ورا بعض، ينفذوا ورا بعض. لو فرضا ان التي اس الوقت اللي بياخده على سنجل كور بروسيسور فرضا ده 10 دقائق، وانا عندي 10 كورز او عندي 10 بروسيسورز هقسم عليهم بحيث ان التقسيمه هتبقى نفس المقدار، وهياخد نفس الوقت في ان هو ينجز التاسك اللي يعني اللي هو خدها، يبقى 10 دقائق على 10 بروسيسورز يديني دقيقة واحدة، يبقى بدل من 10 دقائق على سنجل بروسيسور انا هقدر انجز المهمة دقيقة واحدة، اللي هو اخدها كل بروسيسور فيهم او كل كور فيهم، جيفن طبعا الشروط الاسامبشنز اللي هو حطها ان هم اتوزع عليهم كلهم بشكل متساوي، نفس يعني نفس مقدار التاسك عليهم كلهم، وانه مفيش اي اوفر هيد هيحصل. الحالة الفيري ثيوريتيكال يعني مش ده اللي بيحصل واقعيا، بس هو هنا عايز يبتدي بداية بسيطة يقول لنا انا بوزع عادي عليهم كلهم، فالتي ام بتساوي تي اس على تي ام. طيب يبتدي بقى ايه انتروديوس السبيد اب. طبعا السبيد اب اخدناه معانا برضو قبل كده وعرفناه بنفس التعريف ده، اللي هو الوقت اللي بيستهلكه او تنفيذ البروجرام قبل التحسين على الوقت بعد التحسين. في حالتنا هنا الوقت قبل التحسين اللي هو الوقت اللي انت هتشغله فيه على سيريال او سنجل كور بروسيسور تي اس، الوقت بعد التحسين ان انت بعد ما قسمته على ان بروسيسورز فاخد وقت تي ام، يبقى السبيد اب عبارة عن تي اس على تي ام، نفس التعريف اللي اتعاملنا معاه قبل كده بس الرموز مختلفة هنا. وفي حالة التي ام الثيوريتيكال اللي حسبها في السلايد الأولانية، لو شالها وحط تي اس على تي ان يبقى معنى كده ان السبيد اب بيساوي ان، بيسميه في السلايدز اللي فاتت لو تفتكروا سبيد اب امبروفد، ان هو كان لو عنده عدد ان كورز هو كان السبيد اب امبروفد بيساوي ان. طيب بس ده مش البراكتيكال، ده حاله ثيوريتيكال جدا. البراكتيكال بقى هيبتدي يدخل عندنا اجزاء نون يعني غير للتحسين، مش كلهم هيبقوا امبروف. فهنا افترض انه على الاقل حتى لو انت المشكله اللي انت عايز تحلها هي نفسها قابلة للتوزيع بشكل كامل، وده برضو ما زال مش حاجه يعني عمليه، بس حتى لو انت عندك كده انت مازال في وقت اوفر هيد عندك اللي هو انا مسميه تي سي، علشان توزع التاسك نفسها التاسكات على الاجهزه الكورز المختلفه. فانت عشان تقول للبروسيسور الاولاني اعمل ده والتاني اعمل ده والتالت اعمل ده، وبعد ما يخلصوا ويعملوا هتجمع النتيجه منهم. انت حتى في جزء خاص بالكوميونيكيتي سي، فانت ده ما تقدرش تنكره، ده لو فرضا اصلا البروبلم نفسها تتوزع كمان بشكل متساوي عليها. فهنا عدل الصياغه بتاع تي ام وخليها تي اس على تي ان بلس الاوفر هيد الزياده اللي هو تي سي اللي هو الوقت بتاع الكوميونيكيشن، وبالتالي يرجع يعدل معادله السبيد اب اللي هي ما زالت تي اس على تي ام دي ثابته، بس المره دي هيعوض عن تي ام ب تي اس على تي ان بلس تي سي، ويقسم فوق وتحت على تي اس ويضرب في ان، فهيبقى فوق هيساوي ان وتحت هيساوي 1 بلس ان في تي سي على تي اس. ده كده السبيد اب بعد تعديل التايم تي ام بالشكل ده. ده السبيد اب معناها ده فرق السرعه اللي انا هحصل عليه، اللي هو نسبه الزمن زي ما قلنا قبل التحسين على بعد التحسين. بيقيس عامل تاني اسمه الاف، هو السرعه دي جت منين؟ جت من وجود عدد ان بروسيسورز او ان كور بروسيسورز. معنى كده ان انا كل ما بضيف بروسيسورز كل ما هحصل على سرعه اعلى، ده المنطق. الكلام ده مش صح بشكل كامل، لان هو مفيش بروبلم قابله للتوزيع على عدد
لا نهائي من البروسيسورز. اكيد البروبلم نفسها ينفع تتقسم على بعض البروسيسورز، يجوز تتقسم على 2، يجوز على 4، ان بعد كده عمال ازود هل هتتقسم. فانا بشوف انا مدى استفادتي من وجود عدد ان من البروسيسورز عن طريق ان انا بحسب حاجه اسمها الافيشنسي، بقسم السبيد اب اللي اتحسب وعلى عدد البروسيسورز اللي عندي اللي هو ان، وبشوف نسبه مساهمه كل بروسيسور موجود في، يبقى نفس اللي حصل اللي في الاول. لو انا عندي سنجل بروسيسور وضفت واحد تاني قابلت تتوزع على 2، هلاقي مساهمه البروسيسور التاني كبيره. لو جبت واحد تالت ووزعتها على 3، طبعا مساهمه كل واحد في الثلاثه بتقل، لانه كده الثلاثه شايلين المهم. لو وزعتها على 4، مساهمه كل واحد بتقل، وهكذا. فدايما يبقى السؤال، هل انا هقدر افضل اوزع البروبلم على عدد غير محدود من البروسيسورز؟ الاجابه اكيد لا. اكيد عند حد معين هقول ان خلاص لو انا حطيت بروسيسور زياده مش هيفرق حاجه، كده كده هي مش البروب توزع عليه. ده اول نقطه. طب تاني نقطه، فرضا انها حتى وهي مكمله، فرضا انت وصلت معاها ل 10 بروسيسورز و20 بروسيسور وما زال بيحسن في الوقت، بيقلل الوقت، هل معنى كده انك تزود تقعد تحط؟ الاجابه برضو لا، لانك لازم تقف، لانك عمال تدفع فلوس كل ما بتزود بروسيسور. هل يا ترى التحسين اللي انت بتاخده في الوقت ده مستاهل انك تدفع الفلوس دي كلها؟ فانت برضو عندك معيار تاني اللي هو انا بستفيد قد ايه مقابل الفلوس اللي بحطها عشان ازود ريسورسز. تزويد الريسورسز طب مش كل ما بزاد بلاقي ان انا زودت بروسيسور بحصل على سرعه اعلى اروح مزود، لا، انا لازم برضو اقف عند حد معين لما الاقي الكوست بتاعي اللي هو مقدار التحسين اللي بحصل عليه من الريسورسز مش مستاهل. فده الافشنسي بتساعدني في اتخاذ القرار ده، انا بحصل على فايده قد ايه من زياده عدد البروسيسورز اللي موجود. نرجع تاني بقى للحسابات، ازاي بحسب ان البرو نفسها واقعيه بقى، مش كلها ينفع تتقسم على ان بروسيسورز، جزء منها ينفع وجزء غير قابل. برضو افكركم باللي كنا بناخده في الشابتر اللي قبل كده، في عندنا كان بيبقى فيه جزء نسبه جزء من البروجرام قبل انها تبقى باراليلايزد، انها تتعمل تبقى امبروفد يعني، وجزء غير قابل يبقى امبروفد. في السلايدز اللي قدامنا هنا مسمي الجزء اللي غير قابل ان هو يبقى امبروفد مسميه ديفايدبل، غير قابل للتوزيع او التقسيم. الجزء اللي قابل للتوزيع اللي هو المكمل ليه هو 1 ناقص اف، وبالتالي السبيد اب اللي هو التايم بيفور امبروفمنت اللي هو التايم بتاع السنجل بروسيسور اللي هو السيريال فوق على الجزء على التايم افتر امبروفمنت اللي هو عباره عن جزء غير قابل للتحسين اف، نسبته اف من تي اس بلس الجزء اللي قابل للتحسين اللي هو نسبه اللي هو بعد ما تحسن بقى كان اصلا 1 ناقص اف في تي اس، وبعد ما تحسن اتحسن من هو اتوزع على ان بروسيسورز، فنقسم الترم ده على ان، نقسم فوق وتحت على تي اس تتحول الى ان على 1 بلس ان ماينس 1 اف، ودي بالظبط نفس المعادله اللي اخدناها قبل كده مع اختلاف بس الرموز اللي موجوده. فكرنا بمعادله يعني اللي هو تايم بيفور امبروفمنت على تايم افتر امبروفمنت، بس هو بيورينا ان هي يعني ممكن نحطها بصور مختلفه، ان السبيد اب بيساوي تايم اولد على تايم نيو، شال يعني هو ما يعني عشان ما يبقاش مرتبط بامبروفمنت، هو الوقت قديما على الوقت حديثا. المفروض ان اللي حصل طبعا ادى الى ان الوقت الحديث اقل من الوقت القديم، وهي هي سبيد نيو على سبيد اولد. طبعا السبيد هي بالديفينيشن بتاعها انها واحد على التايم، فبالتالي هتدي نفس النتيجه، انما لو فيها ليها تعريفات تانية ممكن تفرق في الرقم اللي بيطلع. او التعريف اللي مختلف عن السبيد والتايم اللي هو الورك، ورك بير تايم مقدار الجهد اللي بذل،
قديما على الجهد اللي ما الورك لا سوري نيو على اولد، المفروض ان هو مقدار الوقت بير تايم يكون يعني يبقى في شغل اكتر بير تايم حديثا عن الشغل بير تايم قديما، يعني انا قدرت ان انا انجز مهام اكتر في وقت اقل. ايه على تعريف السبيد اب؟ احنا طبعا دايما بناخد التعريف اللي هو التايم بيفور امبروفمنت على التايم افتر امبروفمنت، فبيز على التعريف ده هو هنا الامبروفمنت في حالتنا هو استخدام ان بروسيسورز، فبيفور امبروفمنت انا بستخدم 1 بروسيسور تي اوف 1 اللي هو هنا مدينا رمز تي اوف 1، افتر امبروفمنت انا بستخدم ان بروسيسورز اللي هو تي اوف ان، فيبقى التعريف تي اوف 1 على تي اوف ان، استخدام 1 بروسيسور بيفور امبروفمنت، استخدام ان بروسيسورز افتر امبروفمنت. اول بقى وده قانون يعني بيزنس بس يعني ريليتد للشغل بتاعنا، to sell a computer for twice as much it must be four times as fast، عشان تبيع جهاز كمبيوتر بضعف سعره لابد له ان يكون اسرع 4 مرات من السعر اللي انت بتريفير ليه. نظرية تجارية بس نقدر نعمل لها اسقاط على الواقع اللي بيحصل. انتوا عارفين انه في امريكا واوروبا وكندا بيحصل في نهايه كل سنه ان هم بيعملوا سيل كبير بيسموه في امريكا البوكسنج داي، ان هم بيبيعوا الاجهزه بالذات يعني الاجهزه الالكترونيه بالذات، بيبيعوا كل حاجه يعني بس بالذات الاجهزه الالكترونيه، بيحاولوا يتخلصوا من الموديلات بتاعه سنه الحاجة اللي طلعت في 2020 في يناير وفبراير ممكن توصل ل 50% من سعرها. ليه عايز يتخلص منها؟ لانه هينزل في السنة الجديدة في بالذات في الحاجات الالكترونية بينزل حاجات جديدة، والحاجة الجديدة اللي نازلة ما بتبقاش زي القديمة، لازم تبقى اعلى احسن من القديمة. احسن هنا ممكن تبقى في كذا حاجه بس لازم تبقى احسن في الفانكشناليتي، لازم تبقى اسرع، تبقى مثلا عدد الكورز بقت ازيد، تبقى بيستخدم الاس اس دي بدل ما كان بيستخدم الاتش دي دي. المهم في حاجه بتحصل بتخلي بتحسن السرعه، بتزود الاستورج، والمفروض ان التحسين اللي بيحصل ده ينزله بنفس السعر اللي كان، يعني لو هو كان بيبيع الجهاز في اول 2020 ب 1000 جنيه فرضا يعني 1000 دولار مثلا، ففي سنه 2021 لازم يزود فيه ويبقى احسن من السنه اللي قبلها ويبيعه برضه ب 1000 دولار، يعني هي نفس ال 1000 دولار بس على جهاز امكانياته اعلى من الجهاز بتاع 2020. طيب فالراجل بيقول لك هنا لو انت بقى عايز تبيع بسعر اعلى، لو انت بدل ما عايز تبيعه ب 1000 دولار عايز تبيعه ب 2000، انت بقى المفروض بقى مش بس تحسن امكانياته، ده انت هو بيقول لك لازم تحسنها بمقدار 4 مرات، كما لو انه عايز يقول انك يعني لو انت حسنت امكانيات الجهاز الضعف، لو انت خليته اسرع، لو احنا بنتكلم على السرعه بس، لو انت خليته اسرع الضعف فانت هتبيعه غالبا بنفس السعر، هو نفس الجهاز سوري نفس ال، لو انت بتبيعه ب 1000 دولار هتبيعه برضه ب 1000 دولار علشان مجرد ان انت ضعفت السرعه. فانت عايز تبيع بسعر اعلى انت لازم تضاعف السرعه اكتر من مرتين اللي هو هنا بيقولها 4 مرات. ففي الاخر المجال بتاع الالكترونكس بالذات هو كده كده بيحصل فيه تحسين، فانت عشان تبيع وتجذب الناس انها تشتري، ودي النقطه الثانيه، الفيندرز اللي بيبيعوا كده كده هم اصلا ما بيهتموش بالتغييرات البسيطه اللي بتحصل، والبايرز مشتري اصلا، يعني انا لسه شاري جهاز في اول 2020 ب 1000 دولار مش معقول هروح اشتري جهاز جديد تاني في 2021، لسه الجهاز بتاعي شغال، ليه انا ادفع يعني فلوس تاني واجيب جهاز جديد الا لو هيديني فرق كبير، فمجرد فرق صغير انا
مش هكلف نفسي وارمي الجهاز بتاعي واروح اشتري جهاز تاني. لكن لو في فرق يستاهل انا هروح اشتريه، ممكن يغريني ان انا اشتري. فالنظرية دي تشمل كمان رغبة المشترين في ان هما يروحوا يجيبوا جهاز جديد يعني. النظرية أمدال بقى، الراجل اللي معانا من الأول، the performance، ده يعني القانون بتاعه، the performance improvement to be gained from using some faster mode of execution is limited by the fraction of the time the faster mode can be used. طيب احنا اتفقنا انه لازم يبقى الجهاز الجديد اسرع من القديم. طيب يعني ايه؟ يعني استفيد ازاي اخلي الجهاز الجديد اسرع؟ اشوف الجزء اللي قابل للتسريع، اللي قابل للتحسين، وهو ده اللي اشتغل عليه. يعني لو عندي بصنع جهاز هيشتغل في مجال معين، مش جنرال بيربز زي اللي معانا، او لو انا عارف ان هو بيستهدف ناس بتشتغل نوع معين من البرامج، البرامج دي فرضا انها ليها هي اللي بتساعدها. لو فرضا مثلا في الحاله بتاعت البرامج اللي فيها رسومات وفيديوز وبتحتاج كارت شاشه كويس، يبقى انا بانفست في كارت الشاشه، وهو ده الفرق. لان الراجل اللي شغال جرافيكس، شغال فيديو ايديتنج، هيفرق معاه كتير، شغال جيمز هيفرق معاه كتير التحسين في كارت الشاشه. ممكن ما يعني ما غيرش كتير في الحاجات التانية، بس لو غيرت له او عملت له كارت شاشه احسن، اسرع وعنده ميموري اكبر وسرعتها كويسه، هتفرق معاه، هو هيحس بالفرق فعلا. يبقى انا ايه؟ the performance improvement to be gained from using some faster mode of execution is limited by the fraction of the time the faster mode can be. انا بستخدم الجزء اللي حصل فيه تحسين قد ايه، هو ده اللي هيفرق معايا في البرفورمانس امبروفمنت اللي انا هحسه. There is a set on the performance improvement regardless of the number of resources used. وده اللي قلناه قبل كده، دايما في يعني حد اقصى انا بوصله، مش الموضوع مش ان انا هفضل ازود عدد بروسيسورز هلاقي تحسين، لا، هو في عند نقطة معينة، عند عدد معين هلاقي ان انا مش بستفيد. وزي ما قلنا برضو، حتى لو كنت بستفيد بس مقدار الاستفادة مش هيبقى كبير، مش هيبقى ملحوظ، ومش هيكافئ الفلوس اللي انا بدفعها للزيادة دي. فهنا الشرح بتاع قانون امدال هو مفترض انه البروبلم اللي احنا بنحلها او التاسك اللي عايزين نحلها متقسمة لجزئين. التاسك نفسها من كأنك ماشي في طريق من A إلى B. الجزء اللي على الشمال ده جزء غير قابل للتحسين، كأنك هتمشي طريق على رجليك وهتاخد فيه 20 ساعة مهما عملت، كده كده هو ملوش حل تاني، اللي هو يقابل فيه سنجل بروسيسور. الجزء اللي قابل انه يشتغل على مالتيبل بروسيسورز، اللي هو هيبقى قابل للتحسين، هو من اول الخط ده لغايه بي، ده مسافه 200 مايلز، هو ده اللي انت بقى ممكن تلعب فيه. لو فرضا انت هتمشي زي الجزء الاولاني هتاخد فيه 50 ساعه، يبقى التوتال 70 ساعه، يبقى ده اسوأ وقت ممكن، وده اللي هيبقى ريفرنس بعد كده لاي موديل تاني. طيب ابتدينا نحسن في هنركب عجلة وهناخد فيها 20 ساعة، يبقى 20 زائد 20 ب 40، يبقى السبيد اب هيبقى 40 على 70 على 40 تبقى 1.8. ابتدينا ناخد عربية سرعتها 50 مايلز بير اور، اخدت المسافة دي في 4 توتال ب 24، تقسم 70 على 24 يدي لك سبيد اب 2.9. لو اخدت عربية سرعتها 120 مايلز هياخدها في ساعة وستة من عشرة، والتوتال ما زال 21.6، يبقى السبيد اب 3.2. آخر حاجة عربية 600 مايلز بالاور، طبعا ما فيش عربية بالسرعة دي، غالبا ده يعني طيارة،
انما لو فرضنا في حاجه هتاخدها في السرعه دي يبقى هتاخدها في تلت ساعه، يبقى التوتال 20 و3 من 10 والسبيد اب 3.4. طيب ملاحظين انه الجزء ده ثابت كده كده موجود معانا 20 ساعه ما بيغيروش، حتى لو فرضا وصل للحاله النظريه ان الجزء ده بياخد زيرو تايم. طبعا ده مش هيحصل عمليا، ولكن احنا يعني ايه نظريا بنقول انه لو وصل انه عمل تليبورت من اول هنا لغايه هنا فاخد زيرو تايم ومفيش اي وقت هنا بيضيع خالص، ما زال عنده 20 ساعه، فما زال في جزء من الوقت غير قابل للتحسين. كلما كان الشغل شغلك في التحسين على الجزء المهم، لو هو الجزء المهم فده انت بتحس بفرق التحسين ده اكتر. طبعا هنا السبيد اب برضه ملاحظين يعني انه دايما ليه ليميت، اديك شايف اهو هنا يعني عمال ايه يقرب من ثلاثة يعني هو اقصى حاجه انه لو حتى حطينا في الجزء ده زيرو ما زال عندك 70 على 20 اللي هو هيدينا واحد ثلاثة ونص، يعني انت بتقرب لثلاثة ونص. الحاله النظريه انك انت عندك ما زال في ليميت هتقدر توصل له، بعد كده مش هيبقى فيه تحسين خلاص، انتهى الجزء ده، لو اخدت فيه زيرو تايم ما فيش عندك فرصه للتحسين تاني. طيب يبتدي يحط الكلام ده في صوره رموز، وزي ما قلنا قانون امدال ده مش هيختلف كتير عن القانون اللي احنا درسناه قبل كده، بس يعني الصيغه بتاعته هي اللي ممكن تكون مختلفه شويه. فقال لك انا عندي بيتا، ده الجزء من البروجرام اللي غير قابل للتحسين، اللي هو الجزء السريال اللي هو في المثال اللي هو كان حاطه ال 20 ساعه دول نسبتهم للوقت للمسافه كلها، المسافه دي نسبه للمسافه الاجماليه، هو ده ال 20 ساعه، او الزمن نسبه للزمن الاجمالي هو ده ال 20 البيتا، هو ده البيتا، ده الجزء الغير قابل للتحسين نسبته الى الوقت الكلي للبروجرام. الجزء واحد ناقص بيتا، وكان في يعني امبارح مع زمايلكم اللي كانوا بياخدوا المحاضره امبارح يعني كان في شويه لخبطه، بس اتفقنا في الاخر ان ده نسبه الوقت القابل للتحسين من الوقت الاجمالي قبل التحسين، عشان لسه في رموز تانية هتيجي بعد كده هتبقى ليها تعريف مشابه بس اكتشفنا ان هو مختلف. فبيتا هنا نسبة للتحسين من الوقت قبل التحسين، وهنا نسبة الوقت اللي قابل للتحسين من الوقت قبل التحسين. طيب حسب تعريف السبيد اب الوقت بيفور امبروفمنت على 1 بروسيسور مقسوم مع الوقت افتر امبروفمنت اللي هو ان بروسيسور تي 1 على تي ان. تي ان اللي هو الوقت اللي بنفذ فيه البروجرام على ان بروسيسورز هو عبارة عن جزء من الوقت نسبة الوقت اللي هو بيتا اللي غير قابل للتحسين مضروبة في الوقت قبل التحسين اللي هو تي اوف 1 زائد الجزء اللي قابل للتحسين مضروب في تي اوف 1 وبقسمه على ان عشان اجيب الوقت اللي هيتعمل على كل بروسيسور من ال n بروسيسورز. بقى تي اوف ان ده الوقت بعد التحسين عباره عن جزء غير قابل للتحسين زائد الجزء اللي حصل له تحسين اللي هو عباره عن نسبه الوقت اللي قابل للتحسين بعد ما اتحسنت بعد ما اتقسمت على n اللي هو لو تفتكروا الفراكشن امبروفد، بس هنا مش فراكشن بقى، هنا يعني هنا جاب الوقت اللي ضربه في التايم مقسوم على سبيد اب امبروفد اللي هي في الحاله دي ان ده بالرموز القديمه. سبيد اب هي تي اوف 1 يعني بقسم تي اوف 1 على الكلام ده، طبعا تي اوف 1 فوق وتحت هتطير مع بعض يتبقى فوق 1 وتحت بيتا بلس 1 ناقص بيتا على ان، لو ضربت فوق وتحت في ان تبقى ان على بيتا ان زائد 1 ناقص بيتا. المعادله دي هي نفسها المعادله القديمه اللي كنا واخدينها قبل كده، بس الرموز مختلفه. بيتا كانت الفراكشن
اللي غير قابل للتحسين، وواحد ناقص بيتا القابل للتحسين، وان كان السبيد اب امبروفد. ما زال هنا شرح لقانون امدال، ده التي اوف 1 ده الوقت قبل التحسين، يشمل جزئين، جزء اللي قابل للتحسين اللي هو في النص هنا اللي عامل له شيدنج بنسميه قابل للتحسين وموزعه قبل وبعد، على اعتبار مثلا ان انا بقسم المساله على الكذا بروسيسور، ففي وقت قبل في التوزيع وفي وقت تجميع النتيجه، بس ما زال احنا مشغلينه على وان بروسيسور، فواخد تي اوف 1، والجزء ده نسبته 1 ناقص بيتا، والجزء الثاني نسبته بيتا. بعد ما جبت ان بروسيسورز هنا في المثال الثلاثه، فالجزء ده هو اللي اتوزع على ثلاثه، فاخد تلت الوقت، بس ما زال ده زي ما هو، وما زال ده زي الوقت الجديد عباره عن تي اوف 1 مضروب في بيتا اللي هم الجزئين دول، زائد 1 ناقص بيتا في تي اوف 1 مقسوم على 3. طيب ده كده كان قانون امدال، وهو زي ما قلنا مش قانون جديد بالنسبه لنا، بس يعني رموز ممكن اللي اختلفت. طلع بقى اتنين اللي هم جوستافسون وبارسز، حطوا قانون مشابه بس يعني واخدينه من زاويه مختلفه. If S and P are the serial and parallel time spent on a parallel system, then S plus P في N is the time needed by a serial processor to perform the computation. طيب هو مبدئيا رمز للجزء اللي غير قابل للتحسين اللي هو السيريال S، والجزء القابل للتحسين اللي هو البارلل P. فهتلاحظ ان هو بيحاول يصيغ الوقت قبل التحسين اللي هو الوقت جزء السيريال S بلس جزء البارلل P مضروب في عدد البروسيسورز اللي كانت متقسم عليهم اللي هو قبل التحسين، من استخدام الأجزاء المعروفة اللي هي السيريال والبارلل والان. بس هنا بقى رجعنا تاني هنحط رموز مختلفة، سابوا من الاس والبي، مش هي دي اللي هنستخدمها، انما اخترع الرمز او يعني استخدم الرمز الفا. الرمز الفا the fraction of the program that is naturally serial. هتلاحظوا هو نفس الديفينيشن بتاع بيتا اللي فات، وده امبارح مع زميلكم زي ما قلت لكم حصل لخبطه، يعني احنا افتكرنا هو نفس هو الفا بتساوي بيتا، بس لا، اكتشفنا انه الفا على الرغم انها نفس الديفينيشن الا ان الفا هي نسبه الجزء السيريال الى الوقت بعد التحسين، بيتا اللي انا قلتها من شويه بس نسبه الى الوقت قبل التحسين، الفا هي نسبه الجزء السيريال الى الوقت بعد التحسين. فعلى الرغم ان الاثنين ليهم نفس الديفينيشن، هما فعلا the fraction of the program that is naturally serial، بس هو ما قالش fraction من ايه. فاحنا يعني بعد مباحثات اكتشفنا انه بيتا fraction من الوقت قبل التحسين اللي هي بنرمز ليه في السلايد دي تي اوف 1، بينما الفا هي الفراكشن من الوقت بعد التحسين اللي هي بنرمز ليها بتي اوف ان. وبالتالي الوقت في جوستافسون بارسز افترض ان الوقت بعد التحسين اللي هو تي اوف ان هيساوي 1، ماشي، هو يعني هينسب ليه، يعني هو هيريفير لي ان هو بيساوي 1، دي فرضيه عنده، فهينسب ليه اي حاجه ثانيه. وبالتالي الوقت قبل التحسين عباره عن ايه؟ احنا قلنا انه الفا منسوبه للوقت بعد التحسين، يبقى الفا اللي هو نسبه الجزء اللي غير قابل للتحسين اللي هو السيريال من زائد الجزء اللي كان قابل للتحسين اللي هو 1 ناقص الفا، نسبته 1 ناقص الفا مضروب في عدد البروسيسورز اللي هو ال. دول الجزئين
جزء غير قابل للتحسين وجزء قابل للتحسين. الجزء القابل للتحسين بس احنا زي ما قلنا منسوب للوقت بعد التحسين، اضربه في عدد ان بروسيسورز يديني كده مجموع الوقت اللي كان معمول بارل بس احنا بنفرده عشان نخليه سريع. فده كده التايم بتاع البروبلم لو اتعملت على سنجل بروسيسور. السبيد بقى ان انا اقسم تي اوف 1 على تي اوف ان، بس اعاد تشكيله مش اكتر، يعني سواء سيبناه في صورته دي او جمعنا هنا ضرب الان في القوس وبعدين رجع جمع الفا، فهي هي هتدي ان ماينس ان ماينس 1 في الفا، ده السبيد. طيب انا برضو هقول مثال بالارقام زي ما قلت لزميلكم امبارح على الامدال وعلى جوستافسون بارسل. فرضا ان انا عندي بروبلم بتاخد على السنجل بروسيسور 10 دقائق، جزء من ال 10 دقائق دول وليكن 5 دقائق قبل للتحسين، الباقي اللي هو 5 دقائق برضو غير قابل للتحسين. يبقى في حالتنا حاله امدال بيتا بتساوي 5 من ال 10 يعني نص 50%. طبعا ده 100 بيتا و1 في بيتا برضو 50%. فرضا انه الجزء اللي قابل للتحسين اللي هو 5 دقائق اتوزع على 5 بروسيسورز، انا بنقي ارقام سهله. الخمس دقائق اتوزعوا على 5 بروسيسورز بالتساوي، كل واحد فيهم هياخد دقيقه ويخلص. يبقى الجزء اللي قابل للتحسين بدل ما كان 5 دقائق اتعمل في دقيقه واحده على 5 بروسيسورز. يبقى معنى كده ان الوقت الاجمالي بقى 6 دقائق. 5 دقايق كانوا اصلا ما حصل لهمش تحسين وما ينفعش نحسنه بلس دقيقه واحده. يبقى السبيد اب هتساوي على اللي هو 6 دقايق 10 على 3. في حاله جوستافسون بارسيس الفا نسبه الجزء غير قابل للتحسين اللي احنا قلنا في المثال في نفس الارقام 5 دقائق نسبته للوقت بعد التحسين اللي هو في المثال اللي انا ذكرته كان طلع 6 دقائق. يبقى هو ان الفا هتبقى على الرغم انها نفس الديفينيشن الا انها هتساوي 5 على 6. نسبه الوقت غير قابل للتحسين اللي هو السيريال على الوقت الاجمالي بعد التحسين تبقى 5 على 6. وبالتالي هنا لو عوضت 5 على 6 زائد 1 ناقص 5 على 6 اللي هي 1 على 6 مضروبة في n اللي هم 5 أجهزة، يبقى 5 على 6 زائد 1 على 6 في 5 يعني 5 على 6 زائد 5 على 6 ب 10 على 6 اللي هي 10 على 3. حصلت على نفس السبيد. وبرضو رجعوني لو شايفين في حاجة او عندكم تعليق تاني، لكن ده يعني اللي توصلنا ليه توصلت ليه مع زمايلكم امبارح. هنا برضو شرح جوستافسون بارسز بالرسم. فهنا بادي طبعا بحالة وجود ان بروسيسورز هما 3 في المثال، ففي جزء غير قابل للتحسين قبل وبعد، والجزء اللي اللي هو الجزء ده اللي هو نسبته 1 ناقص الفا، والسيريال الفا. لو جيت بقى رجعوا للوضع القديم اللي هو سنجل بروسيسور، جزء الالفا ده زي ما هو بينزل زي ما هو، بس الجزء اللي هو كان 1 ناقص الفا ده بدل ما كان معمول على 3 بروسيسور هيتعمل على بروسيسور واحد، فهيتحط جنب بعضه في الوقت، هياخد 3 في 1 ناقص الفا، وده زي ما هو الفا.
طيب هنا ده فيجر بيقارن تطبيق معادلة أمدال وجوستافسون. برضو يعني هنا تغير البيتا، طبعا هو البيتا متعرفة، ف يعني يجوز هو بيستخدم بيتا، والمفروض في جوستافسون بارسوس يستخدم ألفا، ده الطبيعي لأن هو بيتا زي ما قلنا، وألفا بقى على الرغم ان هو نفس الديفينيشن الا ان هما المفروض رقمين مختلفين، نسبتهم هما فراكشن من حاجه مختلفه يعني. بس anyway يعني السلايد اللي قدامنا عرضه بيتا بس، وانا مفترض ان هو بيفترض ان بيتا والفا يعني كان جوستافسون المفروض ان نشيل بيتا نحط الفا مكانها. ففي حاله العلاقه مع بيتا علاقه نيجاتيف اكسبوننشال، ان طبعا المعادله بتاعت امدال السبيد اب انفرسلي بروبورشنال مع بيتا، وبيتا موجوده تحت مرتين يعني. فهتلاقي لو طبقت العلاقه ما بين بيتا والسبيد اب هتلاقيها طلعت مش لينير، وطبعا هي كلما زودت بيتا اللي هو الجزء الغير قابل للتحسين بيقل السبيد اب. قللت الجزء غير قابل للتحسين يعني بتزود الجزء اللي قابل للتحسين اللي هو واحد ناقص بيتا، يبقى بتزود السبيد. جوستافسون بارسز العلاقة ما بين ألفا وإس علاقة لينير، فأنت كلما زودت ألفا الجزء الغير قابل للتحسين طبعا بيقل السبيد، بس بيقل بشكل لينير عشان هي العلاقة لينير. طيب كده هو خلص الأجزاء اللي بتتكلم على أو حساب معادلة السبيد أب باستخدام أمدال مرة وباستخدام جوستافسون بارسز، هما زي ما شفنا هما في الآخر يعني نفس المفهوم بس بيتناولوه بزوايا مختلفة. الاتنين عايزين يحسبوا أو يفترضوا إن البروبلم فيها جزء قابل لاستخدام الـ N بروسيسور إن هو يتوزع، ومش هستفيد بالان بروسيسور على حسب بقى الجزء ده قد ايه، على حسب ما يعني كلما الجزء اللي قابل للتحسين اكبر كلما استفدت اكتر من الان بروسيسور واحصل على سبيد اب اعلى. وبرده زي ما شفنا دايما الموضوع مقيد، مش هقدر اقسم البروبلم عندي لعدد غير محدود من البروسيسورز، ولا هقدر برده ادفع فلوس كلما لقيت ان في ان كل ما احط بروسيسور هيحسنني بسرعه، يعني لابد ان انا في كل الحالات هتوقف عند نقطة معينة. طيب بقية السلايدز رجع تاني للانتر كونكشن نتوركس اللي كنا بنتكلم عليها، وكان عايز يحسب الباندويتس. الباندويتس هي كمية، يعني الباندويتس كلمة باندويتس عموما في النتورك احنا بنعادلها او بنقول انها هي داتا ريت، فهي بصفة عامة باندويتس معناها كمية في زمن معين. ففي حالتنا هنا أنا عندي أطراف متوصلة ببعض، بروسيسورز بميموري موديولز أو بروسيسورز ببروسيسورز بيرسلوا يتراسلوا ما بينهم بين بعض وبيبعتوا داتا، فأنا عايز أشوف كمية أقصى كمية داتا ممكن أبعتها في اليونت تايم ما بين الأطراف المختلفة، الماكسيمم داتا ريت لو احنا اجازنا كلمه داتا ريت يعني، او الماكسيمم يوتيلايزيشن اللي ممكن اعمله على الباص او التوصيلات المختلفه اللي ما بين او البروسيسور. طبعا كميه الداتا اللي ممكن ابعتها او كميه استغلال الباص او للتوصيلات دي بتختلف على حسب نوع التوصيلات، فكل واحد كل نوع منهم ممكن نحسب له الباندويث بتاعته. ففي هنا مثلا في حاله الكروس بار اللي هو كان الشكل بتاعه عباره عن شبكه، لا سوري ده السلايز اللي فات مش في سلايز. شبكه انا يعني هو عموما. طيب خلينا هنا الاول نبص على السلايد دي. كروس بار ده كان عباره عن شبكه بتوصل ما بين array of processors مع array of memory modules، وفي التقاطع ما بين كل خط افقي وراسي كان في سويتش. عايز احسب اقصى كميه استغلال للكروس بار نتورك، لو قدرنا نخلي اكبر عدد من البروسيسورز يتواصل مع اكبر عدد من الموديولز.
ده الباندويث، ده تعريف الباندويث. الباندويث the average number of requests that can be accepted by crossbar in a given cycle. هو هنا كاتب average بس الحسابات بتاعتنا ماشي خليها الافرج، مش اقصى نمبر، لان هو اقصى نمبر دي فعلا يعني فعلا بنحسب average، لان دي probabilities في الاخر. طيب فهو هنا مدينا الصيغه النهائيه دي، عشان نعرف ازاي وصل للصيغه النهائيه دي انا هشير معاكم تفصيل بتاعها في الكتاب. فانا هقفل الشير ده وهفتح شير وهشير الحته دي من الكتاب. طيب ظاهر عندكم ايه دكتور؟ ايه دكتور؟ طيب في كتاب الرويني اللي انا هعمل له شير معاكم، موجود على تيمز. خلينا هتلاقوا في شابتر 3 سيكشن 3 3.3.1 اللي هي الفقرة اللي بنتكلم عليها دلوقتي، هتلاقوا في هنا في نهاية الصفحة اللي هي هنا في البي دي اف 74 وبداية الصفحة اللي بعديها اللي هي بس هي هنا في الكتاب نفسه 59 و60، هتلاقي فيه الإثبات. يعني هقول لكم أنا يعني خلاص ممكن تقروا الحتة دي، لكن أنا هقولها لكم بقى بشكل سريع. هنفترض إن أنا عندي M memory modules و N processors علشان أحسب الباندويتس. الحالات اشغل كل الميموري موديولز، انا عايز اشغل كل الميموري موديولز يبقوا اكسسد باي ما يقابلهم من البروسيسورز. طبعا هو كل ميموري موديول هتبقى اكسسد باي 1 بروسيسور. طيب فالان بروسيسورز ممكن يكونوا اكتر من الام، انا ممكن يكون عندي عدد من البروسيسورز اكتر من الميموري موديولز، لكن فقط عدد يقابل الام ميموري ام ميموري موديولز هو اللي هيقدر ياكسس الميموري موديولز. هنفترض انه اي بروسيسور احتماليه انه يحتاج ميموري موديول هي بي، بي سمول، والبي دي مش احتماليه ان هو يحتاج اي ميموري موديول، مش ميموري موديول معين، اي واحده في الام. لو ال بي دي متوزعة بالتساوي على كل الميموري موديولز يبقى معنى كده احتمالية ان هو يحتاج a particular memory module يعني واحدة فيهم بعينها هي بي على ام، يبقى البي هو بصفة عامة هو هيأكسس واحدة بي. البي متوزعه بالتساوي، فانا عشان اقول هو محتاج ميموري موديول رقم واحد يبقى البروبابيلتي بقت بي على ام، يبقى الاحتماليه ان هو مش محتاج الميموري موديول دي بالذات هي واحد ناقص بي على ام. دي معناها احتماليه ان هو مش محتاج الميموري موديول دي بالذات ومحتاج الباقيين. طيب ده على بروسيسور واحد. لو انا مسكت نفس الميموري موديول دي وقلت ان ولا بروسيسور محتاجها في الوقت ده في السايكل دي، يبقى واحد ناقص بي على ام بالنسبه لاول بروسيسور مضروبه في واحد ناقص بي على ام لتاني بروسيسور مضروبه في واحد ناقص بي على ام لتالت بروسيسور. همشي على كل ال n بروسيسورز واضرب الاحتمالات بتاعتهم على ام تو ذا باور ان. دي معناها مفيش ولا بروسيسور من ال n بروسيسورز محتاج الميموري موديول بالذات دي. عكس الكلام ده المكمل الكلام ده اللي هو واحد ناقص الكلام ده، ده معناها انه في على الاقل واحد من البروسيسورز محتاج الميموري موديول دي.
أنا عارف إن الكلام ده يلخبط، بس يعني أنا هعيده تاني. نرجع تاني، هعيد من الأول لوحدها. احتمالية إن أي إن بروسيسور محتاج الميموري بدون تحديد مين فيهم، احتياجه للميموري بصفة عامة، أي موديول فيهم، احتياجه لأحد الموديولز بصفة خاصة في على إم، لأن هو الاحتياج ده متوزع بالتساوي. عدم احتياجه للميموري موديول دي بصفة خاصة واحد ناقص بي على إم. عدم احتياج أي بروسيسور للميموري موديول تحديدا اللي احنا واقفين قدامها ام كل تو باور ان. عكس الكلام ده، يعني دي الرقم اللي هيطلع من هنا ده، النسبه دي، دي probability من 0 ل 1. دي معناها ان في مفيش ولا بروسيسور محتاج، دي احتماليه ان ولا بروسيسور محتاج الميموري موديول دي تحديدا. اجيب المكمل ليها اللي هو واحد ناقص الكلام ده، يديني البروبابيلتي انه في بروسيسورز واحد او اكتر محتاج الميموري موديول دي تحديدا. يبقى دي احتماليه انه في بروسيسورز محتاج الميموري موديول دي تحديدا، جيفن انه بقيه البروسيسورز مش محتاجين الميموري موديول دي تحديدا. الكلام ده على one memory module. علشان اعممه على بقيه الميموري موديولز انا عايز اشغلهم كلهم، فهضربه في عددهم اللي هو ام. يبقى الباندويتس ان كل الميموري موديولز احتماليه ان في بروسيسور او اكتر، طبعا هو في الاخر one بروسيسور اللي هيفوز بالميموري، بس هو الاحتماليه ان في على الاقل في بروسيسور محتاج الميموري موديول دي تحديدا هي اللي جوه القوس، واحد ناقص واحد ناقص بي على ام لبار ان مضروبه في عددهم اللي هو ام. هي يعني مش سهله شويه، بس يعني وبعدين اخدت فيها وقت كتير امبارح، لكن ممكن انتوا يعني عيدوا قرايتها كده واستخدموا الارقام فيها عشان تقرب الصوره ليكم. وانس ان احنا يعني طبعا ممكن دي تيجي الصوره النهائيه اللي هو وصل لها، وتعويض بالارقام، ودي سهله. لو وصلنا للصوره النهائيه انا محتاج البي والام اعوض بيهم على طول، والان. فهنا مثلا لو افترضنا ان البي بواحد، انه فور شور في احتياج للميموري موديولز لاحد الميموري موديولز، وعدد الميموري موديولز بثلاثه وعدد البروسيسورز ثلاثه، نقدر نعوض هنا في المساله. طلع مثلا الباندويتس ب 2.11، ف عملنا ديريفيشن نقدر نعوض بارقام لو موجوده جاهزه. طيب ده بالنسبه للكروس بار نتورك. بنفس المنطق ممكن نجيبها لنوع تاني من نتوركس، يعني عندنا هنا في نفس الصفحه في عندنا الباندويتس اوف مالتيبل باس، الصوره اللي هو حاططها هنا وعمل لها اثبات، بس هو هنا يعني نقدر نقرا الاثبات ده، ممكن نبقى نتناقش فيه المره الجايه. بس انا عايزكم تدوروا على ازاي هو وصل للصوره دي، ممكن لو انتم مش يعني هي غالبا مش هتبقى واضحه في الكتاب هنا، ممكن ندور عليها في الكتاب التاني. طيب دي الصوره بتاعت الكروس بار سويتش، السلايدز بانت قدامكم، باندويث اوف كروس بار. طيب انا مفترض انها بانت، ودي الصوره النهائيه للباندويتس بتاعت المالتيبل باس، الصوره اللي قدامكم برضو قلنا هنقراها، نحاول نفهم ونتناقش مع بعض المره اللي جايه. باندويتس في مالتي ستيج انتركونكشن برضو تقروها. ما تبقى من السلايدز بيتكلم على السكيلابيليتي، سكيلابيليتي يعني القابلية للتوسع والامتداد.
لو انا عندي داتا سنتر يحتوي عدد من البروسيسورز من الاجهزه، وكل جهاز عليه مالتي كور بروسيسورز، هل في امكانيه لزياده عدد الكورز او زياده عدد البروسيسورز؟ دراسه القابليه للامتداد دي تشمل حاجات كتير قوي، من اول مساحه المكان نفسه انا في مكان ازود فيه، لغايه الاحتياج لتكييف، هل انا محتاج ازود عمليه التبريد اللي موجوده، وصولا للمانجمنت نفسه، هل انا السوفت وير اللي بيمانج المالتي كور او مالتي كمبيوترز الموجودين دول قابل ان هو يهندل عدد اكبر؟ زي ما قلنا قبل كده برضو، هل انا محتاج ازود اصلا؟ هل انا الفلوس اللي هدفعها عشان ازود هترجع لي؟ يعني انا عمال اصرف، انا بستثمر في زياده عدد الموارد اللي موجوده resources مقابل ايه؟ هل انا الافشنسي اللي هحصل عليها، هل السرعه اللي هتزيد تكافئ الفلوس اللي انا هصرفها؟ وزي ما قلنا دايما في ليميت، يعني ايه الحد الاقصى اللي هقف عنده؟ الليميت ده قد يرجع ل انه المانجمنت نفسه مش هينفع يمانج العدد ده كله، او يرجع لي ان انا مش محتاج العدد ده كله، انا نوع البروبلمز اللي بحلها مش محتاج العدد، خلاص وصلت للماكسيمم نمبر اوف بروسيسورز اللي انا محتاجه، او انها داز نوت وورث من ناحيه التكلفه. مفهوم الاسكيلابيلتي كمان بيمتد مش بس للعدد، انما يمتد للتوسع في الانواع. يعني ممكن يكون عندي انواع هاردوير مختلفه، عندي اجهزه ليها اركيتكشر، اجهزه ليها اركيتكشر او اركيتكشر مختلف عن الموجود، فيبقى عندي خليط من الديفرنت اركيتكشرز، ده هيتروجينس. ممكن يكون عندي خليط من السوفت وير، عندي ويندوز على لينكس على وات ايفر حاجه ثانيه، عندي خليط من الاجيال المختلفه، عندي اجهزه ظهرت في التسعينات على اجهزه ظهرت في اول الالفينات على اجهزه ظهرت في العقد الثاني، فعندي امكانيات مختلفه، هل ينفع يشتغلوا مع بعض يبقوا انتجريتد كده ويطلعوا لي ويحلوا لي مشكله، ولا مضطر ان انا استغنى عن القديم عشان احط كله جديد؟ ففكره الاسكيلابيلتي هي قابليه للامتداد باشكال مختلفه، سواء في العدد، سواء في اختلاف السوفت وير، سواء في اختلاف الهاردوير. بنش مارك برضو ذكرناها قبل كده في الشابتر اللي فات، وقلنا انه لقياس البرفورمانس احسب بالحسابات بتاعتنا دي، ممكن ان انا انزل يعني ستاندرد بروجرامز موجوده على المواقع، مواقع معينه قد تكون الستاندرد بروجرام تشمل الشكل العام لاي بروجرام، التوزيع الطبيعيه للانستراكشنز، وقد تكون بايز لناحيه انواع معينه، فممكن يبقى مثلا في بنش مارك بروجرامز بتقيس اداء الكمبيوتر ده من ناحيه الفلوتنج بوينت تحديدا، او باستبعاد الفلوتنج بوينت تحديدا، قد تكون فيها التوزيع الطبيعي بتاعت الارثماتيك انستراكشنز والبرانش انستراكشنز واللود والستور. ففي عندنا مواقع ليها سياسات، ما فيش مقياس واحد بحكم بيه على الجهاز، انا بيبقى عندي كذا مقياس، كل واحد فيهم بيانديكيت بيديني انا كده خلصت الشابتر ده. زي ما شفنا هو شابتر مش صعب، وفي نفس الوقت مش يعني مش كله جديد، يعني في جزء مش قليل منه تعرضنا ليه قبل كده، بس انا هكتفي بيه، لان الجزء اللي بعد كده اللي هتكلم على الميموري مانجمنت يعني لابد ان انا ابتدي من اول محاضره.